السلام عليكم احبابي، انا جيتكم بواحد الوصفه تاعت المرشوش. ها هي غندير الحيمات هما الاولين، شويه ديال اللحم على قد الحال، بصله غير شنفتها، الحلبة، ثومة، راس تاع الثومة اللي درتها، الثومة الحمراء وقت البرد هادي، مطيشة كتبننها هي غير وحدة اللي درت، هنا غندير شوية العرق، خرقوم، البلدي، شوية التحميرة، شوية تاع سكنجبير، شوية الملحة، وغادي ندير شوية تاع السمن، ها هو مصايبة على يدي، ها هو السمن، ها صايبة على يدي، غادي ندير زيت العود حيت هو المرشوش تيبغي زيت العود، دابا غادي نديه للبوطه يتشحر، دابا حنا كبينا الماء، ها هو دابا كبينا الماء، حنا دابا غادي نسدو عليه باش يطيب المرشوش. دابا غادي نشارك معاكم هذا سميتو الملوي باش نقطعو ونصايب به المرشوش، بسم الله، بسم الله، دابا دار غير القمح وشويه الفورص، غلبت عليه شويه ديال القمح، بيقولش لازم فورص يضرو، المرشوش راه زوين في هاد البرد هذا كيسخن، حسن من داك التخربيق ها الشلاضة ها، هذا زوين. ايوا مرحبا بكم، تاكلو كنتوما المرشوش يسخنكم، نصايب مليويات زوينين ومقادين ومحمرين، غنشققهم غير بالزبدة البلدية، دابا خليتهم شويه يرتاحوا بلاتي وعاد نقطعهم ونلويهم ونطيبهم، بسم الله. دابا انا درتهم بحال الرغيفات،
خاش الملوي يجي مزيت بزاف باش ما يجيش فيه داك اللي دام يضرب بنادم في المعده. عاد نعاود نشققهم لداخل بشويه الزبده. ونخليهم يطبخاو شويه باش يلق ليا كيفاش نصايب. دابا انا كنلويهم بشويه الزبده بلديه، ما كنقويش غير شويه باش تجي فيهم البنه، ما يجيش ريحه الزيت شويه مجهده. شوية هاد القمح كيبغي الواحد يعلكو مزيان، ملي كتعلكو الواحد كيلقاه أرطب شوية ما كيبقاش قاصح.
هنا صايدتهم ها همايا هنا صايبتهم هنا دابا كنستخدم فهاد القصيعه هي كنستناو دابا يطرخا ونمشيو ندير هذيك المقله تسخن باش نطيبهم وعاد نقطعهم طريفات وكل نسقي هاد المرشوش هذا راه زوين وصحي ومصايب غير بالعشوب الزوينين ما فيه كاع الحاجه اللي هي ما زويناش بسم الله دابا غادي نديرهم يطيبوا بسم الله هنا راه في الدقلاب كنت كنا دابا طايها عليه هي تتحين ما وهين انا غادي نطيب دابا هذه الملويه وندير الاخرى ومن نكمل غادي نحط نقدم هذاك الملويه الاولى ها هي ها انتم هذا هو المرشوش هو هذا طيب زوين غنقمح الزبده البلديه ما ضر حتى حاجه ما ضر الواحد ها وقيوق ها انا عاوتاني كنشارك معكم الملويه الثانيه كنطيب فيه دابا هو سخون شويه بزاف نغطيه باش يبقى سخون دابا حبابي المرشوش طعاب جا خاطر وزوين هو بسم الله دابا انا غادي نسقي ها هو طيبتو مزيان وطيب مزيان فيه العشوب فيه كلشي دابا انا غادي نسقي بسم الله ها هو بسم الله هو درت فيه بزاف تاع الثومه باش يسخنها هو بالصحة وبالراحة الفيديو تاع اليوم كنتمناكم تشاركوا معايا في القناة تاع أم أسماء
وشكرا.